في جانب آخر وعلى مستوى التدريبات واستعداد الناديين في الاتحاد، اليوم الاتحاديون أجروا تدريباتهم اليوم وسط أجواء أيضا في روح معنوية عالية. المدرب ديمتري أيضا وقف على مستويات اللاعبين وشهدت اليوم التدريبات عودة ومشاركة الكابتن سعود كريري ومناف أبو شقير في التدريبات. أما نونو أسيس فحتى الآن ما زال يخضع للعلاج.